بالنسبة للمباراة الكل كاين تظاهر لا الجمهور ولا اللاعبين ولا المسؤولين، كاين تظاهر المقابلة غتكون قوية خصوصا فريق الوداد البيضاوي اللي منتعش بعدة انتصارات متتالية. حنا هزيمتين كان علينا نصحوا بعض الأوراق ديالنا خصوصا بس نلعب مع فريق يعني بحجم الوداد باللاعب اللي عنده، فحنا استعدنا بما فيه الكفايه. كانت مباراه يعني قويه، كنا نقدروا نفوزوا بالمباراه لان جوله دي زوكازيون اللي كنا ندوا فيها المباراه. اللاعبين الحمد لله اللي قدرنا نخرجهم من ديك الضغط اللي كان عليهم هذا الاسبوع هذا، عملوا مباراة في المستوى اللي من هذا المنبر هذا كنحييهم وكنشد بيدهم وكنقول لهم بأن الحمد لله كنتوا أقوى من فريق الوداد البيضاوي. ما بقى لنا إلا خطوتين إن شاء الله رب العالمين. المباراة في الحقيقة كنا كنستاهلوا الفوز، ولكن حتى نقطة في الصالح ديالنا لأن حنا حتى من الداخل ديالنا يعني النقطة كانت إيجابية بالنسبة لنا. الحمد لله على كل حال، ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن نلعبوا المقابلة الجاية بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس القتالية إن شاء الله.